أستاذ محمد سلاسل. هاي أستاذ محمد، ثانية بس بتجري الرحلة. ماشي. أوكي. الصبر كويس، بس معلش عشان بس مستعجل عشان عندي بلين دلوقتي. أنا يا عسل. أنا يا عسل. ماشي أستاذ محمد، مش كده؟ أكيد يا فندم. مسألتنيش عن اسمي يعني. حضرتك باين في الابلكيشن. باين ايه؟ مكتوب ايه؟ استاذة من؟ منال. منال؟ معلش بس عشان انا مستعجل شوية، بس عشان عندي بلين زي ما قلت لحضرتك. بس مش طيارة منال وكلاينت. مش منال وفول ستوب؟ فول ستوب؟ نقع. منال خيطها. ايه؟ خيطها ورفيها ايه بس الكلام ده؟ ايه الحاجات دي؟ ارفيها؟ دعابة؟ عجبتني. دعابة. هو في ايه بالظبط؟ في ان حضرتك ما سالتنيش ليه خيطها؟ ده اسم نشأت فيه، لازم تعرف. حضرتك شو كنت شغاله خياطه؟ بس بشري. بشري؟ دكتوره يعني ولا ايه؟ ما انا كنت هحكي لك بس لولا الاستظراف وحس الفكاهه. استظراف من مين لو سمحت؟ لا لا انا كده كده لا 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 بقول انا لحضرتك ايه؟ ممكن نتكلم بس باحترام شويه؟ يا عسل. كده كده كنت هحكي لك. ممكن نتكلم باحترام عشان شويه عشان هو تاريخ مشرف بالنسبه لي. تاريخ مشرف. مخطوبتك قتله 3 رجاله. ايه؟ وفاتحه وش 11 دكر بالموس ومولعه كمان في واحد بصاروخ. بقول لك ايه؟ هو انت بعتك عدنان بيه؟ بقول لك مولعه في واحد بصاروخ. لا 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 انا حاسس انه في مود كده غريب، يعني مش عارف يعني ايه مولعه بصاروخ. هو مش حضرتك برضو تبع الابلكيشن ولا ايه بالظبط يعني؟ اه يعني في حاجه ولا ايه؟ لا في، هو واضح ان هو في. في ايه؟ في ايه؟ الا في الفاظ سوقيه. الفاظ في مش عارف انت ماشيه بالراحه في كلام تاني. استنى الفاظ سوقيه من مين يا دلعتي؟ منك. من يا انا؟ من مين يعني؟ انا منال النونة. يتقلها كده منال النونة ومش نونة ولا بيبي؟ بس يا بابا. بس ايه؟ الو. ايه يا حنيتها؟ بقى كده تجيبي لي الواد اسامه بتوه ومتغرز؟ الله يا حماتي. انا هجيلك، انا هجيلك واجيبك من شعرك، ما انت مش لاقيه اللي يربيكي ولا اللي يلمك. جرى يا مارا، ما انا قلت له روح لامك خيطها. دي كانت جوازه الندامه، جوازه الشوم علينا. انتوا كنتوا طولوا تناسبونا يا حوش. لو سمحتي لو سمحتي لو سمحتي لو سمحتي لو سمحتي بس بس يا حبيبي. ايه بس يا حبيبي؟ ايه يا حماتي؟ ايه يا حماتي؟ عارف انا ان هو يوم مش معدي اصلا. موافقه على مين يا اخا؟ لو سمحتي بس لو سمحتي، انا مرضاش اتجوز اقل من واحد واخد تأبيده. رديت بالتلات سنين اللي واخدهم وقلت خلاص خلصنا، عشان تبقى الحكايه صون فصون. انا هجرجرك من دقون بس قبلها هجرجرك من شعرك. والنبي وحشني. لو سمحتي لو سمحتي. مالو استجني يا اخي، وحشني. الا بقى لي حبه بره. لو سمحتي لو سمحتي بس ممكن نركن على جنب. ممكن المره قفلت السكه في وشي. يكون احسن. لو سمحتي مشاكلك حليها بعيد عن الابلكيشن بجد. عشان ما اطولش عليك واقول طول، نسيت اقول لك بقى. التوصيله اللي زي دي هي اللي بتصبرني على الحياه. ليه؟ باخد لي فيها بتاع 500 ملطوش. طيب انا هديكي 1000 ملطوش وحضرتك ايه بعد اذن حضرتك نزليني هنا. هتجبي عليا ولا ايه يا رح؟ مين؟ انت. استغفر الله العظيم يا رب. انا عارف انا عارف النهارده اصلا يومه. انت جاي التوبه هنا لخص لها. عمال احكي بقول لك ايه؟ بقول لك ايه؟ انت شكلك شوارع. بقول لك واشرح لك واحكي لك. في واحدة جبت بيك مطار. على فكره انا هعمل دلوقتي مشكله في البرنامج عندكم في الابلكيشن وهسبب لك مشكله، فبعد اذن حضرتك نزليني هنا. اوصلك ولا اعمل لك المكالمه على حسابي؟ ايه اوصلك واعمل لك المكالمه على بقول لك ايه؟ انا جديت منك. بقول لك ايه؟ انا اللي اصلا جديت منك باسلوبك وهيئتك وانا مش عارف اسلوبي. اسلوبي. طب حاضر. هو في ايه لو سمحت يعني؟ هو في ايه بالظبط؟ انا عايز اعرف بس. هو في ايه؟ في ايه ده كله؟ استنى في ايه ده كله؟ احنا ايه ده كله واحنا واخدين بعض على حب؟ هو في ايه ده كله؟ ترى بتتي ترى كله. بقول لك ايه؟ انت بس بعد اذنك. انا عندي دلوقتي معاد طياره، فبعد اذن حضرتك. انا مش ماسكه التليفون وبعمل مكالمه. طب ممكن نمشي؟
بس يا بابا ممكن نمشي زي البني ادمين. قبلوا يا ولاد. ايه قبلوا يا ولاد؟ موبايلك نوعه حلو وغالي؟ اكيد طبعا يعني واحد زي. طب الحق خد لك بيه سيلفي. سيلفي ليه؟ في ايه؟ في ايه؟ ايه اللي بيحصل ده؟ ايه الحاجات دي تبعك ولا ايه؟ احنا اسفين يا استاذ محمد. كل سنه وانتم طيبين. كل سنه وانتم طيبين. اول مره اتعرض لحاجه زي كده جميله ولا يا استاذ محمد حضرتك فرحتنا جامد. سلام. ده الصباح السكر ده. بقول لك الصباح السكر ده الله. نعم يعني عايز ايه؟ سوي وانت ساكتة وديني مشواري وانت ساكتة. اسوي انا ساكتة؟ ايوه. لا يعني عربيتي. عربيتي؟ اتكلم فيها زي ما يحلالي. تمام. ازعق اصوصو اهوهو على نفسي. اناونو اعمل اللي يعجبني. هو ايه اللي تعمل اللي يعجبك؟ عربيتي. ماشي وانت مشغلاها في برنامج. قصدك الابلكيشن؟ ايوه الابلكيشن. لا دي لغه رتمات انا ما افهمهاش. ازاي يعني؟ انا بجرب كده سوق جديد. انما تسعيرتي واحده معروفه. إزاي انما يعني؟ ما قلتليش برضه اسمك كريم ايه؟ رأفت. رأفت؟ ايوه. لا جديد. جديد؟ النبي. ازاي يعني؟ ما سمعتوش كتير. ولا عمرك هتسمعيه. واضح. واضح؟ ما سالتنيش اسمي ايه؟ مش عايز اعرف. لا لازم تسالني. اسمك ايه؟ منال خيطها. خيطتي ايه بقى؟ لا دي عايزه حكايه احكي لك. احكي لي. احكي لك. بص بقى يا سيدي، الصلاه على النبي كده وتمسك كفك في وش عدوينك. انا مخلصه على 3 رجاله. شكلك بيقول. وفتحه وش 11 دكر على نفسك. وولعت في واحد صاروخ على نفسك برضك. لا على اي حد ما يعجبنيش. شفتي نفسك في المرايه قبل ما تنزلي؟ 3 مرات وقلت الحمد لله رب العالمين على الحلاوه والقمر والطعمه اللي انا فيها. قمر ما هو باين ده. كده 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 كده. امال انت فاكر ايه؟ بروح شوفي نفسك في المرايه اجري. هي السكر. السكر ده في البيت يا حبيبتي. لا السكر في اي حته انا شاور عليها يا عينيا. ازاي يعني؟ انا اللغه ما تعجبنيش بتضايق وبزعل على نفسي. فما احبش ان اللغه ما تعجبنيش. تقي. اتقي يعني ايه؟ ايوه. لا تخبطي دماغك في اطحن حيطه. اسمها اطحن. اطحن ده في البن. وتتهم برضك. لا انا اللي بس اللي بطحن هنا مش انت. انتي؟ معروفه. ازاي ده؟ ايه ده؟ اسمها ازاي ده؟ مش ازاي ده؟ اتكلم معايا عادل يا سك. اتكلمي انت يا عسل عادل. لا انا بتكلم عادل يا عينيا. اثبتي يا ماره. ماره؟ ايوه ماره. ماره عيشتك يا بعيد. ما تصبر. اثبتي يا ماره. ما قلنا مرارة عيشتك ولا لازم امرر عيشتك بجد ولا ايه؟ مش شايفه شكلك؟ لا ايه عادل؟ ما انا عشان شايفه شكلي بقول لك ايه. لا ايه عادل؟ عادل انتي. لا ايه عادل؟ بقت عادل انتي. بدل ما اجيب لك اللي يعدلك. انتي واللي يعدلني. بس عندي تليفون. قطم شد السوسته. التليفون يا سكر. ايه؟ تليفون ايه؟ ولا اي تليفون. تليفون يا قمر. مديش ايدك. تليفون احنا جايين منين؟ اوعى كده. مديش ايدك. كركزني كده تجيبي لي الواد قفاله اتعور واخد 11 غرزه. ما في 60 داهيه. ما هو لسانه طويل يا ده. وقت الشوم علينا ده. انا همرمطك. ده انا همسح بيك. بدل ما تشكرني يا ولية انا بقاوم لك سلوكه. سلوك انت عندك منظر ولا شكل. سلوك مين يا بنت؟ سلوك ابنك الملمسه يا ولية. سكتي الواد اللي جنبك ده بدل ما انت مرمطك. لا 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 انا زبايني ما تسكتش الا باوامري. زباين يا اختي مين جاب لك العربيه؟ معاكي شكلك دي رخره باين عليها. هوديك السجن. هوديك السجن وهمرمطك. النبي وحشتني ايام. وديني يلا. اشكال زباله. برنامج زباله. المره قفلت السكه في وشي. لازم تقفل السكه في وشك. ايه اللي لازمه بقى يا سكر؟ السكر ده قلت لك في البيت. انت عمال بقى عامل بنطه. بنطه عشان تضرب على البنديره. ماشي. بنديره ايه؟ اصل انا كده كده هاخد ال 500 بلبل يعني هاخدهم. هاخدهم ايه الفاظ الزباله دي؟ معلش من بعد ما عندكم يا رأفوت. بعد ما عندكم؟ مش عارف انا. مع ان شكلك يعني ليك في اللوغاريتمات مش فرفور. ما تظبط كده. لا انا مش فرفور يا. طب لما انت مش فرفور كلامي مش عاجبك ليه؟ مش جاي على اسنانك؟ لا مش جاي على لساني. لا 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 خنقتني.
لا خنقتني والاكسجين قل في العربية. والله افتح الازاز. لا ماليش كيف افتح الازاز بمزاجي، ما اخدش اوردر من حد. اتقدر اتقدر لا ارداري. روحي شوف اللي ارداري، محدش يعرف بقى. ما قلنا هي قصة تصدعنا. صدقك ايه بس؟ ايه الهم الاسود ده؟ مش عارف. هم هم فعلا. انا هم من اللي تشدد لك حيلا. تشددي مين؟ انت واللي تشدد لي. الو هنشوف. قبلوا يا ولاد. قبلوا يا ولاد. انت والولاد. التليفون بتاعك ده بقى نوع حلو على كده. ايوه نوع حلو. طب الحق اخد لك بيه سيلفي. والله والله. ازاي يعني؟ هنشوف القصه دي دلوقتي. نشوف القصص مش قصه. انزل يا حلو. اثبت يا انزل يا حلو. اثبت يا الحمد لله استاذ رأفت. اثبت معانا. كل سنه وانت طيب. كل سنه وانتم طيبين. لا قول لهم هم سنه وانتم طيبين. وموافق ان زيع ومش زعلان من فاطمه؟ لا مش زعلان خالص. اكد على المعلومه.